مباشرة بعد دانيس في الولاية ديال الحكومة. بطبيعة الحال نحن كحزب يتواجد في الأغلبية، ضروري من يعني إعطاء الانطلاقة لواحد النقاش داخلي، النقد ذاتي للوقوف على ما تم إنجازه وما هي يعني النواقص والإشكاليات اللي مطروحة في يعني تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية اللي عرفت واحد العدد ديال التعثرات منذ دستور 2011، واللي الحكومات المتعاقبة يعني ما كانتش يعني عندها استعداد، ما كانش عندها رغبة، ما كانت عندها إرادة سياسية باش يعني القانون التنظيمي أولا تم المصادقة عليه قبل نهاية الولاية ديال اللي كتجي مباشرة بعد الدستور، وبقات حتى الولاية اللي من بعد هي 2019 عاد صادقة عليه، تأخر ديال 3 سنين. الحاجة الثانية، نحن من داخل الحكومة فعلا نتمين المجهودات اللي كتقوم بها الوزارة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اللي تتقوم مجهود جبار، ولكن في إطار ما هو مصدر من طرف القانون التنظيمي. كاين بعض الأمور فيها واحد اللجنة، فيها واحد الصندوق، فيها واحد العدد الأمور. حنا أنا ذاك كنا في المعارضة قدمنا تعديلات اللي كتفوت السقف ديال هاد الإنجازات، واللي تنخليو أنه المواطن فين ما موجود خص يلقى اللي يتواصل معاه مباشرة باللغة اللي تيفهم. حنا مبدأ ديال الترجمة يمكن أن نعتبره مرحلة انتقالية، ولكن الهدف والأساس هو يكون عندنا تواصل مباشر مع المواطن في المحكمة في الإدارة باش نضمنوا لي أولا الحقوق ديالو، وثانيا يحس بأنه راه في بلاده وعنده الكرامة ديالو.